بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في كورس الكونفيجريشن مانجر. احنا المرة اللي فاتت اتفرجنا على الريبورتس الديفولت بتاعت الكونفيجريشن مانجر. النهاردة هنشوف لو احنا حابين نعمل ريبورت اديشنال او كاستم ريبورت هنعمله ازاي. ابسط طريقة اللي احنا نعمل ريبورت بيزد عن كويري موجود قبل كده. طبعا الريبورتس ديت محتاجة حد يكون فاهم سيكوال لانجوج SQL لانجوج ويقدر يطلع ريبورتس من الكونفيجريشن مانجر داتابيز زي ما هو عاوز. لكن عشان احنا معظمنا ادمنستريتورز فاحنا عاوزين طريقه سهله كده نقدر نطلع بيها ريبورت بيزد على الكونفيجريشن مانجر داتا. فاحنا شفنا ازاي اللي احنا بنقدر نعمل كويري بشكل سهل جدا عن طريق اللي احنا بنختار الكلاسز اللي احنا عاوزينها. طب ازاي نقدر احول الكويري ده لريبورت؟ فمثلا لو هنشتغل على الريبورت اللي اسمه بايوس، لو انا سبته باي ديفولت كده، لو مش حطيت له دبل كليك هتلاقي الريزلت كبيره جدا وفي حاجات منهم دبلكيت في النيم، فهيعملوا لك مشاكل لما تيجي ترن الريبورت. طب ايه الحل؟ الحل اللي انا اكستمايز الكويري اللي انا عاوز حاجات بس معينه هي اللي تظهر لي. فمثلا انا قلت له بروبرتيز هي الكويري ستيتمنت نيو هنا في الجنرال، هي دي الحاجات اللي هتظهر لي في الريزلت. وكده انا عملت انهانسمنت برضو في الريبورت عشان هو دي برضو الحاجات اللي هتظهر لي. فمثلا انا اقدر اقول له النيك بايوس نيم اوكي، واقدر اقول له انا عاوز الاي بي وممكن اقول له برضو هات لنا last login timestamp مثلا. اوكي الكويري ده لما هيترن بيسمع في اللوجز بتاعت الكونفيجريشن مانجر. خلينا نخش هنا على ال سي بروجرام فايلز كونفيجريشن مانجر لوجز اس ام اس بروف، نفتحه زي ما انتم شايفين هنا ده الـ Windows Query Language Statement، وهنا ديت الـ Query SQL Query Language، فديت اللي هاخدها هحطها في الريبورت بتاع السيكوال في السيكوال. فأنا كده بكل سهولة حولت الـ Query Language بتاعي من Windows Query Language لـ SQL Query Language، وأقدر أستخدم الـ SQL Query Language ديت اللي أنا أقدر أطلع بيها الريبورتات بتاعة اقدر اطلع بيها كويري سيكوال ريبورت. فباجي هنا في الكونفيجريشن مانجر، اخش على ريبورتنج ريبورت، هقول له كريت ريبورت، هتسمي الريبورت بتاعك ايه؟ هسميه اقول له مثلا بايوس داتا ريبورت. الباص بتاعه هيكون فين؟ في ال انت شفت التقسيمه بتاعت الريبورتات هنا. فانا ممكن اقول له تحت الاليرت سوري تحت مثلا هاردوير جنرال، اقول له اوكي نيكست. كلوز. لو جيت هنا في ريبورت هاردوير جنرال بايوس داتا ريبورت موجود هنا اهو. هنا هيقول لي طب اوكي انا عاوز افتح الريبورت بيلدر عشان اسمح لك ان انت تبيلد الريبورت ده، فهقول له رن. لو ما كانش دي فتحت لي كنت هاجي هنا على الريبورت وهقول له ايديت، هيفتح لي برده الريبورت بيلدر تاني.
طب مين الداتا سورس اللي انا انت هتستخدمه عشان يطلع انا اخد منه داتا للريبورت ده؟ فهاجي هنا كليك يمين اقول له اد داتا سورس، داتا سورس واحد ده النيم، انا اقول له لا هو اسمه كونفيجريشن مانجر مثلا، اقول له براوز كونفيجريشن مانجر اندرسكور لاب، هتفضل تسيرش لغايه ما تتلاقي حاجه كده عامله شبه الجي اي دي، هقول له اوبن. لو لازم تتاكد اللي هي يوز اشيرد كونكشن، تيست كونكشن كده تمام، الكونكشن سكسسفول، هقول له اوكي. هتيجي هنا على الداتا سيت، اجي اقول له نيو داتا سيت، اديها نيم، لازم ما يكونش النيم ده في سبيشال كاركتر او في سبيسز، فهقول له ماي سيكوال كويري فور بايوس مثلا، هختار يوز داتا سيت امبيدد ان ماي ريبورت، كونفيجر مانجر، التكست هاخد اللي انا مطلعه من اللوج. لو قلت له اوكي كده هتلاقي الداتا سيت اهي اسمها ماي سيكوال كويري فور بايوس، وهيظهر لك ثلاث حاجات اللي هي نت بايوس نيم ولوجن تايم ستامب، والتالت حاجه اللي هي السبنتس. ايه الاكشن اللي هعمله بعد كده؟ هنقول له اد تيبل اور ماتريكس بناء على الماي سيكوال كويري فور بايوس. نيكست الداتا بتاعتك هتموفها لهنا لفاليوز، يعني الداتا الافيلابل فيلد، فانت عاوز تخليها رو ولا جروب ولا فاليو، فانا خليتهم كلهم فاليو. اقول نيكست، ده الديزاين بتاعك اللي هو البايوس والنيم واللوجن، لا خلينا ارجع اظبطها، السبنت هتبقى اخر واحده مثلا، فهيبقى هنا النت بايوس نيم واللاست لوجن والسبنت. انت عاوز الشكل بتاعه يبقى ايه، او انت عاوز شكله ايه؟ فينيش، خلاص كده خلصت. هقول له بقى المره دي سيف. اوكي، لو رجعت هنا على الكونفيجريشن مانجر، دخلت على الريبورتس بتاعتي هاردوير جنرال اهوت، هرنه ريندنج ريبورت، يطلع لك الريبورت بتاعك. هو هنا ما طلعلكش السبنت ذات نفسها، وطلع لك الكي اللي بيشاور على السبنت، فاكيد محتاجين نظبط بعض الايديتس علشان نعرف نطلع السبنت ذات نفسها. بس هو طلع لك هنا البي سي نيم، وطلع لك اللاست لوجن نيم، وزي اتفقنا الداتا المفروض الريبورت بتاع الاجهزه اللي عليها بايوس من نوع فينيكس، عشان ده هو الكويري اللي احنا كنا شغالين عليه. هي ديت بس كانت بشكل بسيط جدا ازاي تقدر تحول كويري لريبورت. طبعا في كاستمايزيشن اكتر وفي شغل اكتر للناس اللي فاهمه السيكوال لانجوج.